اول حاجه قلتها لطارق طه الدسوقي ده انا بموت فيه، ده انا مش هتردد لحظه. الجيل ده برضو مطلع اكتر مننا عن كل الجديد، مش كوبي بيست يعني، بس احنا واخدينه منه فعلا يعني. تخوفت سنة علشان انا عملت شخصية المحامية قبل كده، بس طارق كان بيشجعني في الميزان. طارق كان بيشجعني وبيقولي بالعكس انت انسب واحدة تعمليها، وانا لو حتى عملتيها زي نهى بالظبط، وكأن نهى هي مكملة معانا وبعد مرحلة من حياتها، او ممكن تبقى هي اماني النجار شخصية جديدة عليكي، وانا متأكد ان انت هتعمليها بشكل مختلف. وتحمست جدا، وتحمست اني بشتغل مع مجموعة الشباب دي كلها، وتحمست انه على واتشت. انا برضو اول مرة انزل بحاجة على واتشت، منصة مهمة، والنهاردة عاملين احتفال كبير قوي. طه الدسوقي يعني ممثل بجد موهوب وشاطر ومجتهد وبيقدم كل انواع التمثيل، تراجيدي كوميدي. بجد انا لما عرفت انه طه الدسوقي بجد دي كان من اول حاجه قلتها لطارق، طه الدسوقي ده انا بموت فيه، ده انا مش هتردد لحظه ان انا اعمل الدور. جيل الشباب دول انا كنت حاسه ان انا عايزه اشوف نفسي في وسطهم، انا حابه اتعامل معاهم واشتغل معاهم. الجيل ده برضو مطلع اكتر مننا عن كل الجديد، وطريقتهم جديده حتى في طريقه التمثيل، يعني في فرق فعلا سنين طويله بينا. فانا شايفه انه لو هم شايفين ان هم ممكن يستفادوا من 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 ان هم يشتغلوا معايا، انا كمان بستفاد ان انا اشتغل معاهم. ان شاء الله بعمل مسلسل اسمه لانش بوكس كوميدي في رمضان مع جميل عوض وفدوى عابد واحمد وفيق وشاهين الرابر لا احنا بنصور، متاخد عن مسلسل اجنبي اسمه جود جيرلز، يعني مش كوبي بيست يعني، بس احنا واخدينه منه فعلا يعني.